لا تبخلوا علينا بزر الإعجاب واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد إن شاء الله. طلب اتحاد خدمات FSC في نقابة اللجنة العالمية الإسبانية من الحكومة المغربية بإدراج الموانئ الإسبانية في عملية مرحبا 2021 حتى لا يلحق المزيد من الضرر بالشركات وآلاف العمال والمستخدمين. وأشارت النقابة في بيان إلى أنه يجب على إسبانيا والاتحاد الأوروبي التوسط لدى السلطات المغربية لأن الأمر يتعلق بقضايا متعلقة بالسياسة الدولية وليست متعلقة بالصحة العامة. وطلب الاتحاد من حكومة إسبانيا مواصلة وتكثيف الجهود مع الاتحاد الأوروبي للحفاظ على عملية العبور 2021 عبر الموانئ الإسبانية، وأعرب عن أسفه للقرار المؤسف الذي اتخذه المغرب. وأشارت إلى أن 100 شركة معرضة للخطر ويتعلق الأمر بشركة الشحن والركاب وسلطات الموانئ ووكالة الشحن والرحلات والنقل الطرقي والمراسي. ميغيل ألبرتو دياز رئيس نقابة اللجنة العلمية في جبل دي جبل طارق قال في تصريح له أن الفنادق ومحطات الوقود وقائمة طويلة من العائلة تخشى على مستقبلها. إذ استمر هذا القرار الجائر فإننا نطالب الاتحاد الأوروبي بإعادة النظر في نظام المساعدة المهمة التي يرسلها إلى الإدارة المغربية حتى يثني عن سياسة استفزاز الدائم لإسبانيا خلافا لأي معايير من الدول التي تم النظر فيها. وخلص دياز إلى أن تاريخ العلاقة أكثر من حسن الجوار. نشكركم على حسن المتابعة.